هلا اميغوس، اهلا فيكم كلياتكم بقناة ميرا. اذا انت اول مرة بتشوفني فلازم تعرف انه احنا بلشنا في هاي القناة سلسلة العودة للمدارس من شهر اوغست. هون تظهر لك بلاي ليست او هون ما بعرف، فيك تحضر هناك كل الفيديوز اللي راحوا عليك. وبليز اشترك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، فعل هون الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد، وخلينا نوصل هذا الفيديو 1500 لايكس. اما فيديو اليوم راح يكون عبارة عن هاكس او اختصارات عشان نسهل بيها الحياة الدراسية اكتر. سو يلا نبلش. صوتي حلو في الاوبرا من كتر بشاعته. اوكي بيبي. اول شيء جهزوا ثيابكم بالليل عشان اذا صحيتوا متاخر بتلاقوا كل شيء مظبوط. لما كنت في الثانوي حس المسؤوليه كان ميت، لايك مش موجود اصلا، منعدم، فكنت دايما بصحى متاخر واكيد بتصحيني بالاخير ماما. كنت بحاول بستغل كل ثانيه ودقيقه اكثر في النوم، لايك كانه هذيك الدقيقه اللي رح نام فيها اكثر رح تزيدني حياه اكثر، وما بعرف كيف كنت عم فكر. فاذا كنتم من النوع اللي بيصحى كثير متاخر الصبح قبل المدرسه فاكيد بنصحكم انكم تجهزوا ثيابكم قبل بليله. لما تذاكر حط برفيوم، ولما تروح للامتحان حط هداك نفس البرفيوم، لانه هذا الشيء بيساعدنا كثير انه نتذكر المعلومات اللي احنا ذكرناها. وحكيت عن هذا الموضوع في فيديو لحاله، وحكيت لكم عن كيف نستغل حواسنا في المذاكره، خلي لكم الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس وبيطلع لكم بعتقد اشعار هون او هون. في عندنا نوعين من الناس، النوع اللي لما يسوي المنبه على طول بيصحى، والنوع اللي مثلي انا بيقسم الوقت يمكن على شي ساعة عشان بالاخير يصحى. مثلا بدي اصحى الساعة 6 الصبح فبسوي المنبه على الساعة 5:30، الساعة 5:30 و35 دقيقة، الساعة 5:30 و40 دقيقة، هيك عشان حضر نفسيتي بالاخير انه انا اصحى الساعة 6 الصبح. مين بيسوي فيكم هاي الحركة؟ اكتبولي تحت في التعليقات خلينا نتعرف على بعض. وإذا كانت نغمة منبه موبايلكم كتير هيك منخفضة فبنصحكم انكم هيك تحطوها بكاسة عشان هيك بيصير الصدى كتير قوي وبتصيروا تسمعوها. مهما كانوا تحت اي ظرف حافظوا دايما على فطوركم الصباحي، ودايما خلوا فطوركم الصباحي هيك شيء لذيذ انتم بتحبوه تاكلوه، لانه بصدقوني يعني بيبين هذا الشيء كتير سخيف بس هذا الشيء يعطيكم طاقة ايجابية كتير كبيرة. صدقوني انا الصبح لايك اكثر شيء بيحفزني اني انا اصحى عشان الفطور، معلش بفكر ببطني. واذا بتحسوا حالكم انكم رايحين لمدرسة غصب ما عندكم اي رغبة انكم تروحوا فرح لكم على طريقة كتير بتحفزكم. انا شخصيا لما بتكون عندي هيك فصول انا بكرهها فقبل ما بروح للمدرسه اول شيء بسويه اني انا بسمع اغاني، بسمع كل الاغاني اللي بحبها، كل الاغاني اللي انا تحفزني وتعطيني طاقه ايجابيه كلها بسمعها، وبصير هيك بنط وبرقص وبفكر حالي انه انا صفي ناس، بس انا بكون عم بسوي حركات شخبوطيه. بس اكيد الاهم هي النتيجه انه انا بحس بالسعاده وبروح للمدرسه كل طاقه ايجابيه. بس اذا كنتوا انتم من النوع اللي ما بيحبوا اغاني او ما بيسمعوا اغاني فيكم تسووا حركات رياضيه تنشطكم. إذا كنت بتستعمل كتير الانترنت بدون ما تحس حالك وبتحس انك ضيعت كتير ساعات فلقد وجدنا اليك الحل يا عزيزي، مع ميرا مش حتقدر تغمض عينيك. الحل هو بكل بساطة انك تستعمل تطبيق تو دو ريمايندر زائد مصاريف الشحن. مثلا انت راح تستعمل الانترنت لمدة ساعة، فاضبط على التطبيق انه هو بعد ساعة بيفكرك انك انت خلاص نفذ الوقت تبعك وخلاص يا بيبي لازم نروح نذاكر. وهي هي افضل طريقه تضمنوا بها انكم انتم ما ضيعتوا كتير وقت، نفس الوقت بتكونوا عارفين عدد الساعات اللي انتم قضيتوها على الانترنت. واذا كنتم من النوع اللي ما بيحب الدراسه اذا مثلا جبت علامه اكثر من المعتاد روح كل شيء انت بتحبه، روح للسينما، احضر موفي، ما بعرف، روح سافر لمكان معين، كل شيء انت بتحبه، هيك يعني دلل حالك على قد ما بتقدر عشان انت دايما بتحفز حالك انك انت تنجز اكثر. وراح خليكم تحت في الديسكريبشن بوكس فيديو كمان كيف بنحفز حالنا على الدراسه. غير هيك علقوا الملخصات تبعكم او مفاهيم او اي مصطلحات تعريفيه بدكم انتم تحفظوها علقوها على الحيط تبعكم عشان كل ما فتوا للغرفه تبعكم تقراوها وتتذكروها، وشوي شوي هيك بتصير راسخه في مخكم. لما تكون فاقد كل تحفيز وما عندك اي رغبه انك انت تفتح الكتاب وتذاكر اليك الحل عزيزي الطالب، افتح الموبايل تبعك وسجل بصوتك شو هي الاسباب اللي تخليك انت لازم تدرس، ولازم هاي الاسباب تكون عميقة جدا وانت كتير مقتنع فيها عشان هيك تخليك تنط وتروح تذاكر. كمان بنصحك انه هاي الاسباب تكتبها في ورقة وتعلقها على الحيط عشان كل ما حسيت بشعور سيء بتقولك هاي 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 بيبي we have shit to do in our life.
وهيك بتكون بتذكرك دايما بطموحك. اذا نجحت او اخذت علامة ممتازة كمان روح وسجل صوتك واحكي عن الاشياء اللي انت عم بتحسها او الشغلات الحلوة اللي صارت معك لما انت نجحت او لما انت اخذت هديك العلامة. رح قلكم ليش، لانه اكيد في المستقبل رح تيجي ايام انت تضعف فيها، فلما ترجع لهداك التسجيل بتفكرك بكل الاشياء الحلوة اللي صارت معك وتخليك كمان دايما متحفز انك انت تسوي شغلات اكتر منيحة بحياتك. بس اذا ما كان عنا موبايل شو بنسوي؟ زي ما حكيت فينا ناخذ ورقة نكتب فيها شو هي المشكلة بالضبط، شو هي الاسباب اللي رح تخلينا احنا ندرس، وكمان شو رح نستفاد اذا احنا درسنا، وبنعلقها بغرفتنا عشان دايما وكل يوم كل صباح بنطلع عليها. املأوا الجو دايما بالطاقة الايجابية، هذا ما رح يخليكم بس متفائلين، كمان بيعزز كتير من ثقتكم بحالكم. حطي الجزلان تبعك في الجيب الخارجي للشنطة عشان ما تضيع كتير وقت وانتي بتدوري عليها. اذا انت او انتي بتدرسي بالجامعة لاول مرة وتعرضتي لمشكلة انك انتي ما عم تفهمي على الاستاذ، عم يسرع كتير بالحكي، ما عم تلحقي اصلا انك انتي تكتبي شي، في هاي الحالة سجل المحاضرة تسجيل صوتي وخلي كل تركيزك مع الاستاذ وتحركاته، ولما ترجعي للبيت استمعي للمحاضرة مرة ثانية وثالثة ورابعة لبين ما بتفهمي كل شيء. واذا لقيت صعوبة في اي كلمة روحوا لعمي الجوجل اكتبوا هاي الكلمة او انطقوها بس النطق، هو رح يبحث لكم عن هاي الكلمة، يعطيكم كيف تكتب، شو تعني، وكل تفصيل مفصل عليها. شوية صبر تنحل المشكلة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، فرجوا هذا الفيديو الكثير الكثير من الحب، سووا لهذا الفيديو شير مع أصدقائكم، وهلا بقلكم دير بالك مع حالكم أحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا هواب، سلامة باي.